السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين.
ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العلي صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول أحسن.